بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبدأ إن شاء الله أنا وياكم هلا بفيديو جديد، محاضرة جديدة عندنا من المايكرو. محاضرتنا اليوم رقمها 17، راح ناخد فيها إن شاء الله، راح نكمل فيها الجرام نيجاتيف روتس، وراح نحكي عن الجرام نيجاتيف كوكساي اللي هي نوع واحد اللي هي نوع النيسيريا. راح ابدا او راح اكمل انا وياكم اللي بديناه المره الماضيه. هلا احنا المره الماضيه وقفنا عند البروديتيلا بيرتسيس. طبعا البروديتيلا بيرتسيس هي بتعمل مرض مهم جدا اللي هو الووبينج كاف او السعال الديكي. باختصار شديد اللي بصير عندك في هذا المرض، بصير عندي انا كافينج او سعال شديد جدا. بيكون هذا السعال بتميز انه متواصل، وهذا السعال برافقه الريتيشن. ايش يعني؟ يعني تهيج في الميوكوس ممبرين او تهيج في الغشاء المخاطي اللي بيكون في الابر ريسبيراتوري تراكت او بالجزء الاعلى من الريسبيراتوري تراكت او من القناه التنفسيه. طبعا وهذه الاعراض كليتها بتكون بسبب التوكسين او بسبب السموم اللي بتطلع من البروديتيلا. هلا مع الوقت بصير عندك دامج في اللنج، او بصير في عندي انا خلينا نحكي تهتك في الرئتين او تدمر في الرئتين. ممكن تصير عندنا ابنشيما يا جماعه، يعني زي انتفاخ او تورم في الرئتين، يعني بتبلش خلايا الرئتين تتدمر، وحتى الرئتين نفسهم بصير فيهم خلينا نحكي انتفاخ او تورم. كذلك الامر ممكن انا يصير عندي سكندر انفكشن، يعني يصير عندي التهاب ثانوي في البرونكال، اللي هي يصير في عندي كمان التهاب في القصبات الهوائية. هلا اذا خليني اعين انا وياكم اهم شيء اللي هي اعراض الووبينج كاف على الفقرة. في عندنا الاريتيشن اللي بيصير في الميوكوس ميمبرين، في عندنا الكافينج اللي هي العرض الاساسي او العرض المميز، في عندي الكومبليكيشن او اللي هي الخاص، انا رح نعتبره كله سيمتومز، اللي هو اللانج دامج او التهتك في اللانج ويب ابنشيما او مع انتفاخ. ممكن يصير في عندي كمان سكندري انفكشن او التهاب ثانوي في القصبات. هلا دائما تشخيص البروديتيلا ما بيعملوا لها كلشر ولا اشي، اصلا حتى ما بيعملوا لها فحص بيتي من الطبيب على التشخيص او على الاعراض وعلى التشخيص السريري، تمام، اونلي على الكلينيكال دايجنوسيس او على التشخيص السريري، اللي هو عبارة عن مراجعة الأعراض، وبيبين كيف بيكون في عندي irritation أو بيبين التقيح اللي بيكون عندي كتير عند المريض، وصوت السعلين مميز جدا للوبين كاف. طبعا الوبين كاف له مطعوم، تمام، له vaccination من ضمن المطاعيم اللي بتطعمها وزارة الصحة الأردنية. أكثر من هيك مش مطلوب منك عن البروديتيلا، بس طبعا لازم تعرف إنها هي كمان جرام نيجاتيف رود. إنها هي شو كمان؟ جرام نيجاتيف رود. اخر نوع من انواع الجرام نيجاتيف رود اللي هي الهيموفيلس انفلونزا، وما بتعمل انفلونزا. هي صح اسمها هيموفيلس انفلونزا، لكن هي يا جماعه ما بتعمل انفلونزا، هي بتعمل بشكل اساسي مننجايتس ونيمونيا، يعني بتعمل التهاب في الرئتين وبتعمل سحايا. المننجايتس يعني سحايا، والنيمونيا يعني التهاب الرئتين، يعني التهاب الرئتين. طبعا الهيموفيلس انفلونزا يمس كمان هي جرام نيجاتيف رودز، نعم هي جرام نيجاتيف رودز، تمام. الشغلة الثانية هي في منها كبسول، او في منها عنده كبسول خصوصا تايب بي منها. من اكثر الناس اللي بتصيبهم الهيموفيلس انفلونزا او بتاثر عليهم هم الانفيتنت، يعني الاطفال الرضع واليانج شيلدرن، الاطفال الصغار خصوصا اللي اعمارهم تحت ال5 سنوات. هدول خلينا نحكي اكثر الناس اللي بتسبب لهم الهيموفيلس انفلونزا من انجايتس. هلا في الادلت بالعاده هي بتعمل نيمونيا
او ممكن انها تعمل التهاب في الميدل اير او في الاذن الداخليه، ممكن تعمل لي برانيزال ساينس يعني التهاب في الجيوب الانفيه. هذا كليتها ممكن تعمله عند مين؟ عند الكبار. اما عند الصغار فهي بشكل اساسي شو بتعمل؟ بتعمل منينجايتس او سحايا. عند الكبار شو بتعمل؟ بتعمل نيمونيا او كمان تعمل الميدل اير انفكشن والبرانيزال ساينس او اللي هو التهاب الجيوب الانفيه. هلا بالنسبة للعينة اللي أنا باخذها للفحص، العينة هذه ممكن تكون سي اس اف إذا أنا طبعا بحكي عن منينجايتس، لأنكم أنتم عارفين إنه المنينجايتس التهاب في طبقات السحايا اللي بتكون موجودة في الدماغ أو أغشية السحايا اللي بتكون موجودة في الدماغ، وبتنزل البكتيريا في سائل النخاع الشوكي اللي هو السيريبروسباينال فلويد أو سي اس اف. هلا ممكن كمان اذا بالنيمونيا ممكن تاخذ عينة دم، او ممكن تاخذ نازوفرينجل سبيسيمين زي العينة اللي هلا عم بياخذوها للكورونا فيروس. مش قصدي انها عينة كورونا يعني، قصدي نفس العينة اللي هي بياخذوها من منطقة نهاية الانف على بداية الحنجرة. ممكن انت تاخذ سواب من هاي المنطقة وتعمل لها كلشر، وتعمل لها كلشر. من اكثر الكلشر اللي بنستخدمها مع الهيموفيلس انفلونزا اما البلاد اجر او الشوكليت اجر. على كل الاحوال الهيموفيلس انفلونزا يا جماعه هي 6 انواع، من يعني نوع A B C D E F، 6 انواع. اشهر نوع واكثر نوع يعني انفيزف، يعني اكثر نوع فيريلنت، اكثر نوع الاعراض اللي بتسويها بتكون خطيره، واكثر نوع اصلا منتشر، واكثر نوع بيعمل لي منينجايتس اللي هو النوع بي اللي حكينا عنه قبل شوي، وحكينا هو اخطر نوع لانه هو عنده الكبسول تبعته اشمالها بتكون جدا 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 قوية وجدا مقاومة للأنتيبيوتيك، وجدا هذا النوع بيكون فيرلنت أو بيكون ممرض جدا، وبيعمل أغلب حالات المنينجايتس، بيعمل أغلب حالات المنينجايتس. هلا هي بالعاده يعني تقريبا كل الانواع بتعمل منينجايتس، لكن بالعاده زي ما حكينا انه اغلب حالات المنينجايتس بتنتج عن النوع بي. ركز معي شو اللي بحكيه، انا عم بحكي اشي كتير مميز. الاشي الايش يا مس هو الاشي المميز اللي عم تحكيه؟ عم بحكي انه اخطر نوع من انواع الهيموفيلس انفلونزا اللي هي هيموفيلس انفلونزا بي. عم بحكي انه اكثر حالات المنينجايتس تنتج عن شو؟ عن هيموفيلس انفلونزا بي. هلا بالعاده الساينس انفكشن او الالتهاب في الجيوب الانفيه او في الاوتيتس ميديا او حتى النيمونيا تنتج عن الانواع اللي ما عندها كبسول. يعني مش كل انواع الهيموفيلس انفلونزا عندها كبسول، نعم مش كل الانواع عندها كبسول، بس على كل هاي النقطه مش كتير مهمه. انا مهم تعرف لي انه مين اخطر نوع من انواع الهيموفيلس انفلونزا؟ هيموفيلس انفلونزا بي. مين اكثر نوع من الهيموفيلس انفلونزا بتعمل منينجايتس، او اكثر حالات المنينجايتس اللي سببها هيموفيلس انفلونزا بتكون من نوع ايش؟ من نوع بي. معناته بدنا ننتبه لهاي النقطه كثير منيح. هلا زي ما حكينا الهيموفيلس انفلونزا احنا يا اما بنشخصها بالكلشر، هاي طرق الدايجنوسيس، اكتب على هاي الفقره دايجنوسيس، طريقتين، اما بالكلشر او بالاجلوتينيشن رياكشن اللي هو نوع من انواع فحوصات المناعه. بيكون انت عندك، انت بتكون بتدور على الهيموفيلس انفلونزا هل موجوده عند عينه الدم تاعت المريض، وبنفس الوقت بيكون الرياجن تبعك عباره عن انتي بودي متخصص لهذا الانتيجين. هلا بصير عندي اجلوتينيشن او تخثر في التست تيوب على شكل نقاط، اذا كان عندي، وعلى فكره ححط لكم اليوم صوره للاجلوتينيشن حتى تفهم شو هو، او حتى تفهم شو الفحص المناعي اللي انا بحكي لك فحوصات مناعيه، بس راح احط لك صوره شو هو الاجلوتينيشن. ماشي الحال. هلا الاجلوتينيشن زي ما حكينا ممكن ينعمل على سلايد، ممكن ينعمل في تيست تيوب. اذا كان عندي هذا اذا كان عندي زي هيك على سلايد، تمام، بيطلع كيف تطلع انه بوزيتيف ريزلت؟ بتطلع على شكل نقاط. شو هاي النقاط؟ هاي النقاط عباره عن التفاعل بين الانتيجين والانتي بودي. الانتيجين اللي انت بتدور عليه في عينه المريض مع الانتي بودي اللي هو من الريجنت، او ممكن يكون العكس، يعني ممكن انت تدور على الانتي بودي عند المريض وتكون الريجنت تبعك مكون من ايش؟ يكون الريجنت تبعك مكون من الانتيجين. بتمنى تكونوا فهمتوا علي، اللي ما بفهم هاي النقطه يبعث لي. اذا انت بيكون عندك الري ايجنت، تمام،
وعبارة عن شو؟ عن انتيجين مثلا، او خلينا نحكي عن انتي بودي. تمام. هلا انت بتحط عينة المريض البلاد سامبل او عينة المريض اللي انت بتدور فيها على الانتيجين او على هذه البكتيريا، تمام، مثلا هيموفيلس انفلونزا. تمام، حكينا انه الانتيجين ممكن يكون هو نفسه البكتيريا او جزء من هاي البكتيريا. تمام، هلا اذا فعلا عندك انت بالريجنت، اذا فعلا عندك في عينة الدم موجود الانتيجين، راح تتكون زي النقاط اللي راح تشوفها في العين، سواء على السلايد او حتى جوات التست تيوب، بتبين معاك هيك زي النقاط، فبتعرف انها النتيجه ايش مالها بوزيتيف. هلا اذا ما صار عندي تفاعل الاجلوتينيشن، معناتها النتيجه بتكون عندي النيجاتيف. طيب، فاذا يا اما بنشخصه عن طريق الكلتشر او بنشخصه عن طريق الاجلوتينيشن. هل يا مس في مطعوم او في فاكسين للهيموفيلس انفلونزا؟ نعم، وخصوصا الفاكسين دائما بيكون في التايب بي. ليش؟ لانه طبعا التايب بي زي ما حكينا هو الموست كومون، هو الموست بريفيلنت، هو الاكثر انتشارا، اغلب حالات المننجايتس بيكون سببها بي، هو كمان الموست سيفير او اللي بتكون السيرفيفيتي له اعلى إشي. هيك بكون انا وياكم خلصنا الجزء الاول من هاي المحاضرة، بكمل معاكم مع الجرام نيجاتيف كوكساي بالجزء الثاني.